عبر الهاتف ينضم إلينا لمزيد من التعليق والمتابعة سيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. العلاقات المصرية اليونانية يعني علاقات تاريخية ممتدة منذ زمن طويل، ولكن هذه الزيارة تحديدا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف بعيدا عن أنها علاقة شراكة بين الدولتين في مختلف القطاعات، ولكن يعني مما نتابعه من يعني لقاءات وصور وفيديوهات وأيضا بث حي من هناك، وكأن هذه الزيارة تأتي في يعني إطار الأخوة أولا قبل أي علاقات أخرى. هو طبعا الزيارة تتميز بحالة من حالات الود الشديد، دليل على أخوة العلاقات بين مصر واليونان في الوقت الحالي، واحترام اليونان للدولة المصرية بشكل كبير جدا، والتعاون المثمر خلال المرحلة الماضية، علاقة الشراكة اللي بين مصر وبين اليونان خلال الفترة الماضية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد حتى وقتنا هذا. شفنا كل الزيارات وكل اللقاءات كانت تتميز بالود وبالاحترام، لكن هذه الزيارة زيارة أنا شايف أنها من أهم الزيارات التي تم فيها لقاءات عديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس اليونان ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. كل ذلك يدل على احترام الدولة اليونانية وتقدير الدولة اليونانية لمصر وللقيادة المصرية خلال هذه المرحلة، المرحلة الدقيقة. وأيضا التصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة دي تدل على عمق العلاقات بين مصر واليونان، وعلى أن مصر تقف مع الدولة اليونانية في كل مواقفها وتقف بجانبها أمام أي تهديدات تهدد الأمن القومي اليوناني، وده دليل أيضا على العلاقات الطيبة وحسن العلاقات بين مصر واليونان. وإحنا لو شفنا في بداية أصلا عام 2014 أن بداية الزيارات اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لليونان، وكان ترسيم الحدود بين البحرية بين مصر واليونان وقبرص والشراكة مع قبرص واليونان، كل ده كان دليل واضح على العلاقات الطيبة مع دولة اليونان. وأيضا كان التنقيب عن الغاز ده نتيجة واكتشاف حقل الزهر والحقول الغاز الأخرى ده كان نتيجة ترسيم الحدود مع الدولة اليونانية والدولة القبرصية، وأيضا الشراكة في شرق المتوسط، واعتقد وايضا منتدى الشرق المتوسط ايضا والمشاركه فيه الفعاله من الدوله المصريه، كل ده كان دليل واضح على احترام وايضا القوه ومتانه العلاقه بين الدولتين. هذه الزياره انا شايف من اهم الزيارات التي تمت من سياده الرئيس، وهو حتى بنفسه قال هذا الكلام ان دي من اهم الزيارات اللي تمت، وكان فيها موده واقوه بين الدولتين وبين قيادات الدولتين. فأنا شايف أن ده نتيجة الاهتمام الواضح والشراكة الواضحة بين مصر واليونان خلال المرحلة الماضية، وأعتقد أن المرحلة القادمة هيكون في أيضا بحثات أخرى في مجالات عديدة من ضمنها مجالات مكافحة الإرهاب. إحنا شايفين أن الدول الأوروبية في الوقت الحالي بتعاني كثيرا من الإرهاب، وده بيبقى نتيجة عمليات الهجرة الغير مشروعة من جنوب المتوسط إلى شمال المتوسط، وأن مصر هي الدولة الأولى اللي قدرت أنها تسيطر على عمليات الهجرة الغير شرعية، وأن ما فيش ولا قارب واحد خرج من مصر منذ سنتين وأكثر من سنتين ونص. مصر هي الدولة اللي بتحارب الإرهاب بشكل قوي، نيابة مش عن مصر فقط لكن نيابة عن العالم وعن المنطقة كلها، بتحاربوا على أراضيها وخارج أراضيها، بتحاربوا عن طريق العمليات العسكرية والعمليات والضربات الأمنية، وأيضا بتحاربوا عن طريق الفكر، وهو ده اللي بتسعى إلى أنه هو ينتشر طبعا في الدول، هذا الفكر ينتشر في الدول الأوروبية لمواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود خلال الفترة دي. أيضا هناك علاقات، فدي أنا شايف أن دي من أهم النقاط المهمة اللي هي محاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة الغير شرعية. صحيح. كل دي أمور مهمة جدا قدرت مصر أنها تسيطر عليها الفترة الماضية بشكل كبير جدا، وده نتيجة لذلك إحنا شفنا
علاقات طيبة مع دول شمال المتوسط خلال الفترة الماضية. نعم، يبدو أن هناك زخم في العلاقة بين الجانبين سيد جميل، سواء كان يعني العلاقات الخاصة بمصر أو اليونان ربما منذ قديم الأزل كما ذكرنا سابقا. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. إذا مشاهدينا الكرام، كنا نتابع معكم آخر المستجدات فيما يتعلق بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان، وأيضا تحدثنا عن العلاقات المصرية اليونانية، وبذلك يكون السيد الرئيس اختتم هذه الزيارة بعد 3 أيام تقريبا إلى اليونان عائدا إلى أرض الوطن.